استثناء هناك طلبات يقولوا باننا كنطاردوهم واننا جو سي با موا دونك جايين كي بحال حنا درنا الدن باننا حنا هنايا بوغ لو ريسبي ديال كرامه الاستاذ باش كون بيس اوسي ايدوكي اون جينيراسيون يعني بوغ انستوري وباتير واحد ان سيستيم اللي نعيشوا فيه كاملين في كرامه ومزيان وبخير وحنا مستعدين قلنا غنقريو لي سامدي ولي ديمونج يعني حتى حاجه ما غدي عليهم لو بروغرام افيك لو فوليوم اوغيغ سوغا ريسبكتي تو تاغ تما بدينا الخدمه اون فال ريسبكتي دونك هاد الناس هادو ما عرفناهمش كاملين حنا جميع الاساتذه اللي حنا هنايا شفناهم دونك لي كوني با هادو ماجورين ماجورين باش يجيو زعما راه العائلات الاسر الطلبه متضررين ما كاين لا اساتذه هما يسون لا يسون ريسبونسابل يتسناو ترفع التدقيق عفوا لو رابور دوديت واكيد اننا غادي نوصلوا لواحد الحل لواحد النتيجه. شد الاحتجاج دابا كاين وجيت ندوي انا بسميتي انا بعد اول حاجه بلي حنا ما معتبرينش هذوك الطلبه جاونا وزعما نعتبرهم طلبه يجبدوا اثبات بلي هذوك الطلبه وكيقراو معنا حنا في المدرسه وحنا زعما على الراس والعين اي واحد دير احتجاج حنا راه ما عندنا شحال من حاجه ولكن ساكتين حيت الا كانت شي حاجه ما غندوش باب هذه الحاله غندخلوا لداخل المؤسسه وكل واحد غيقول الراي ديالو غنتسناو الحقوق ديالنا حتى حنا يبانوا ودابا انا كندوي باسم المدرسه ديالي باسم ديالي ماشي ديال الاساتذه ماشي ديال الاداره انا كما قلت لكم ما عندي حتى شي دخل مع الاداره لا مع المدرسه غير حتى حنا كيما ما كنقراوش دابا محبوسين من القرايه وكنديبلاصو من دورنا باش نجيو نقراو باش كنتسناو غير حنا نلقاو تعليم مزيان كنلقاو اداره مزيانه المطالب اللي بغينا نلقاوها دونك فاش كنجيو كنلقاو هكا راه ماشي حنا ماشي حاله حنا عايشين فيها دابا قلت لهم كوم كو يمكن يكونوا بروميير اني باقي ما عرفتهمش حيت ما زعما سي با دي بيرسون اللي عرفتهم في لي زاني لي 12 ديجا قبل انا بعيد على هادشي ما عرفتش اصلا انا ما عرفتش بعدا شكون اللي واقف برا ما حاولتش كاع ندخل سوف ملي بيان سيغ كاين الغوات صيفطنا الناس يصوروا لنا باش نفهموا واش كاين باقي ما شفتش كاع الصور باقي ما عنديش مي ليسونسيال ان الباب ديال الاداره مفتوح لكل حوار يكون في اطار القانون يضرب مفتوح حتى ان المدير بالنيابه يتقيل من طرف الجهات المسؤوله لانه سويتا توت يعني الحوار كلشي داكشي كلشي دوزناه ولي دوسي محطوطين ولي لاتر وكلشي محطوط دونك اون اتون اون ريبونس كلير كون اكسبريمي فيا النقابه ديالنا فيا بزاف الحاجات اللي سبقوا اضراب خصو يكون عنده واحد الملف مطلبي هذا هو النقابه ولكن الاضراب اللي كيطالب برحيل المدير او الناس الدوله دخلت حيد المدير فهذا ليس حق ديال النقابه. انا مثلا كمدير ما عنديش الحق نمشي اليوم او غدا عند الكاتب الوطني ديال النقابه الوطنيه ونقول له حيد لي باغ اكزومبل الكاتب المحلي او الكاتب الجهوي، هذا ماشي حق ديالي، علاش؟ حيت المؤسسه النقابيه عندها الاطار القانوني ديالها، كيحميها القانون، عندها المسائل، فكيفاش هذه النقابه اليوم كتفرض باغا تفرض على الجامعه من جهه وعلى الوزاره الوصيه من جهه ثانيه انها تحيد مدير من المنصب ديالو، هو ليس مدير منتخب، هو مدير معين بعد مباراه وبعد واحد المجموعه ديال المراحل اللي هي كيضمنها القانون. حنا متضامنين مع الاساتذه ومع الاداره، بغينا غير يلقاو جواب واحد، باقي ما لقيناش، ولكن كما قلت لكم حنا هادشي كامل حنا عارفين كيفاش غنديروا، غنديروا استلمي، راه عندنا الاقسام، عندنا لي زونفي، عندنا كلشي، غنجلسوا، الاساتذه غيشرحوا لينا، الاداره غدوي، حنا داكشي كيفاش كنديروا الامور ديالنا، ما كنديروهاش بهذه الحاله.